يعني كلمة حق تقال، الإخوان في اللجنة المالية لهم نقطة مضيئة في كيفية التعاطي مع زيادة القرض الإسكاني. فلو كان زاد القرض الإسكاني إلى 100,000 بكل تأكيد، وأنا كنت يعني لفيت أكثر من ديوانية، أغلب شعب الكويت ما كان عاجبه موضوع الزيادات، لأن بالنهاية ما راح يستفيد منها. توصيتي حق معالي وزير التجارة أن الأشخاص الشركات اللي راح تدخل يعني برنامج الدعم هذا يكون في تعهد بعدم رفع الأسعار، إلا إذا كانت هذه الأسعار مرتبطة عالميا بزيادة حقيقية حقه. أضف إلى ذلك عملية تجاوز المبلغ، يعني بمعنى أنه لا يكون 10,000 ونوقف عنده مثل ما كان في السابق، يوصل إلى سقف الأعلى اللي هو 30,000، ونبيها منك يا معالي وزير التجارة تتعهد لنا أمام زملائك النواب. شكراً.